هنطلع العنوان في الابلكيشن ده يا مدام؟ ايوه لو سمحت. ماشي. هو ايه اللي بتقوله ام رشا ده؟ قالت لك ايه ام زفت؟ انت ومامي اتطلقتوا؟ اه اتطلقنا. هو ايه اللي اتطلقنا؟ اتطلقتوا ليه؟ وبعدين انا مش فاهمه موبايلها مقفول، هي راحت فين؟ معرفش قافله موبايلها ليه؟ انت ممكن يا بابي تفهمني اللي حصل بالراحه؟ امك طلبت الطلاق وغلطت جامد وانا مش عاوز اتكلم. يعني ايه مش عايز تتكلم؟ احنا مش عيال صغيره، لازم افهم ايه اللي حصل. اللي حصل انها طلبت الطلاق واصرت عليه، وعملت لها اللي هي عاوزاه. ايوه ومشيت ليه يعني؟ هتروح فين دلوقتي؟ معرفش. هي عايزه تمشي باي شكل ومشت. وسبتها تمشي عادي كده؟ في ايه يا بابي؟ ايه اللي حصل؟ مامي فين؟ يوه انا هقعد بقى احكي لكم، ابقى احكي لها انت. ام رشا، انت يا ام زفت. ام رشا. ايوه باشمهندس. جت قوي. انت ايه؟ لتتها ليه؟ يعني ايه العيال يطلعوا تقولي لهم امك اتطلقت؟ عامله لي مذيعه؟ ما هم برضه لازم يعرفوا امهم فين يا باشمهندس. وانت مالك؟ يعرفوا انت مالك؟ بص لو عايز يبقى لك عيش هنا بوق ده ما تفتحش لا بخير ولا بشر، تعملي شغلك وتغوري من سكات. يلا شوفي وراك ايه. يلا. هو ايه اللي انا سمعته ده؟ مقفول ما تحاولش. سيبيه يمكن ترد. على فكره هي اكيد راحت لينجا، بس هتروح فين يعني؟ طب كلمها كلمها. الو. ايوه يا ادهى. الو. اي انجي. انجي هي مامي عندك؟ ايوه يا ملك. خير؟ في ايه؟ ايه اللي حصل؟ بابي ومامي اتطلقوا. اتطلقوا؟ ازاي؟ قصدي ليه؟ يعني ايه اللي حصل؟ يعني هي ما جاتلكيش يا انجي؟ لا مش عندي. هي ما كلمتكوش؟ طب هي ممكن تكون راحت فين؟ طب كلموا بابي، هو ممكن جدا يكون عارف هي فين. طيب ماشي، سلام انت يا انجي دلوقتي. باي باي. الله. طب ما ممكن مامي تكون عند انجي وانجي بتشتغلنا. صوتها باين ان هي ما تعرفش فعلا. على فكره ما ينفعش كده. احنا لازم نفهم في ايه. هروح اتكلم مع بابا. طب ما تيجي نسال ام رشا. حتى لو عارفه حاجه مش هتقول بعد النفخ اللي ابوكي عامله معاها ده. طب ما احنا لازم نفهم يعني ايه اللي حصل عشان يتطلق. بصراحة أنا شاكة كده إن مامي لما راحت المستشفى مش عشان وقعت ولا حاجة، شاكة إن بابي يكون ضربها. لا طبعاً، مستحيل بابي يعمل كده. طب بطلي أوفر بس وخليني أعرف أدهم هيقول إيه لبابي. بابا. أدهم، لو جاي تكلمني في موضوع مامتك يبقى سيبني دلوقتي أحسن. يا حبيبي أنا والله مقدر إن حضرتك متضايق، بس إحنا برضه يا بابا من حقنا نعرف إيه اللي حصل. اه بابا حقنا. طب دلوقتي بابا ومامة حضرتك الله يرحمهم مش لو كانوا اتطلقوا طبيعي بابا طبيعي جدا حضرتك كنت بقى عايز تعرف ايه اللي حصل بينهم ومامتك راحت فين؟ ماشي يا ادهم. مامتك اصرت على الطلاق وانها تهد البيت وتمشي معرفش هي فين. كده عرفت؟ يا سلام، يعني هي اصرت كده من نفسها؟ حاكمني بقى يا ادهم. يا حبيبي انا لا بحاكمك ولا حاجه والله. طيب أنا دلوقتي يا بابا لما أحب أعرف أكلم أمي عادي يعني أعمل إيه؟ تتصل بيها. يا بابا ما هي تليفونها مقفول. وأنا أعمل لك إيه في الموضوع ده؟ ده موضوع بينك وبين مامتك. واتفضل سيبني دلوقتي قول لأم زفت دي تعمل لي قهوة. ماشي يا بابا. Thank you.
عشان عندي كذا مشوار بعد كده؟ وماله؟ بس حاسبيني على المشوار ده الأول ونقفل الابليكيشن بقى وتديني دفعة من المشوار الجديد أحسن تنسي وتركبي مع حد تاني. اتفضل. متأخريش بقى، أنا واقف مستنيك أهو.